بدي يعني امسي عليكم، الله يمسيكم بالخير، وبدي اقول لكم الله اعظم الله اجركم، الله اولا نوجه لكم التعازي والتحية والتقدير والتكريم ايضا، وفي نفس الوقت لا اريد ان يعني تنحنوا امام هذه الاحزان وامام هول المصيبه وهذا المصاب. نعم، اذا فدى الوطن يا عم ابو حمزه. بارك الله فيك، بارك الله فيك. انتوا ابطال، واكيد ابطال يعني ابو حمزه، انتوا ابطال. ابونا رفع الله راسنا، يبارك فيك. كان بطل، كان بطل زي ما انت الان بطل وتوصل رسالتك، وان شاء الله لازم تكون تستمر وتوصل رسالتك للعالم زي ما كان ابويا وصل الرساله. إن شاء الله سبحانه الله وتعالى ربنا يقدرنا وبمدنا بأسباب القوة والثبات والمواصلة، وأن نستمر في إعلاء هذه الكلمة وحمل هذه الرسالة. أنا بدي أمسي عليكم وأعزيكم وأعزي نفسي قبل ما أنا أعزيكم، وبقولكم يعني إحنا في مقام الوالد، وإن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يقدرنا على الوقوف وتجاوز هذه المحنة، لأن المصاب ليس لكم وحدكم، ولكن المصاب هو مصاب الجميع حقيقة. نعم، بارك الله فيكم. عزانا عزاين، عز عم وائل الدحدوح أبو حمزة الله يرحم عائلتك، يعني هي كانت عائلتنا برضو، وزي ما توجعنا على فراق أبونا يعني توجعنا على فراق العائلة بتاعت عم أبو حمزة الله يرحمهم ويجعل مفاهم الجنة، ربنا يصبرك ويصبرنا شهداء عند الله وحيا يرزقون.